مجال المال والأعمال بورصة الدار البيضاء تطلق برنامجا لمساعدة المقاولات على الولوج إلى التمويل. برنامج إيليت المغرب ويرمي إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها على ولوج فرص التمويل الطويلة المدى من خلال تمكينها من برنامج للتكوين والمواكبة. ويعد المغرب أول بلد غير أوروبي أدخل برنامج إيليت الذي يهدف إلى ملء الفجوة ما بين متطلبات سوق الرسميل وواقع المقاولات المغربية خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع العلم أن هذا البرنامج أطلق سنة 2012 ويضم أزيد من 270 مقاولة موزعة على 17 بلدا عبر العالم.